هم سفراء ومكلفون بأعمال في سفارات بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قدموا خصيصا للقيام بزيارة استطلاعية لعدد من المنشآت التي أنجزت في إطار التعاون المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومن بينها تعاونية كوروزا والتي تختص في تثمين حليب الماعز عبر إنتاج أصناف مختلفة من الجبن. الاتحاد الأوروبي سيواكب بالمغرب كل الذين يرغبون في الحد من عدم المساواة والحد من الفقر، مع إعطاء فرص للساكنة المحدودة الدخل لتحسين وضعها. مدينة قلعة مقونة كانت بدورها على موعد مع تدشين الفضاء النسوي بقرية أيت بوبكر. هذا المشروع والذي كلف إنجازه أزيد من 430 ألف درهم يأتي في إطار برنامج دعم المبادرات الخاصة بجبر الضرر الجماعي الموجهة لفائدة ساكنة المناطق التي عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. الحمد لله دابا كاين تقدم كبير وتحسن، يعني سواء في المجال المهارات الحياتية ديالها وسواء الشخصية وسواء العملية. قلنا ما كنعرفو حتى حاجة، دابا كنعرفو نكتبو، كنعرفو نقراو، هي حاجة كنعرفوها دابا. الجانب الحقوقي كذلك حظي باهتمام الوفد الأوروبي من خلال زيارة بعض البنيات التي كانت مسخرة في وقت سابق بمدينة قلعة مقونة للاحتجاز التحكمي للأشخاص من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.